أهلا بكم مشاهدينا الكرام وجولة في بلاط صاحبة الجلالة. نستعرض أهم العناوين والمنشطات الصحفية الصادرة صباح اليوم. يقوم بالتحليل والتعليق معنا في الاستوديو الأستاذ محمود البرغوثي الكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريدة الأرض. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. صباح النور. يعني نبدأ الجولة بقراءة سريعة والبداية من جريدة الأخبار. الصفحة الأولى العنوان الرئيسي: السيسي أعلى درجات الاستعداد لملاحقة الإرهاب. الرئيس يطلب تكثيف الحملات الأمنية لإزالة التعديات على النيل وأراضي الدولة. يعني تعليق حضرتك على هذا العنوان. صباح الخير على السادة المشاهدين. السيسي أعلى درجات الاستعداد لملاحقة الإرهاب. لا اقتصاد بلا أمن، لا استثمار بلا أمن، لا إنتاج في دولة تكون مهددة بالإرهاب. والإرهاب ليس هو الإرهاب المعروف في سيناء فقط، وإنما في إرهاب اقتصادي منه التعديات على أراضي الدولة والتعديات على حرم النيل بالذات. فإن الرئيس يعلن درجات قصوى في الاستعداد لملاحقة الإرهاب أو لملاقات أو لمقابلة الحالات الإرهابية، ضرورة التنسيق الكامل بين الجيش والشرطة. نعم، ضرورة التنسيق بين الجيش والشرطة والمجتمع المدني أيضا لملاحقة الإرهاب. وأنا في الشطر الثاني من الخبر مهم جدا بالفعل. الإرهاب الاقتصادي في التعديات على أراضي الدولة وخاصة أراضي النيل. طيب بنروح لعنوان تاني من جريدة الجمهورية: حظر استيراد القمح خلال موسم توريد المحلي. المصلحي يعلن استعدادات التمويل للشهر الكريم 160 ألف طن سلع بالأسواق خلال رمضان، واقتراح لتوزيع دعم الوجبات المدرسية على بطاقات التمويل. للأمانة أنا واحد من الذين استبشروا خيرا بتكليف الدكتور علي مصلحي مرة أخرى بإدارة ملف التمويل. من الأخبار المفرحة جدا لكل من يعمل بالزراعة ولكل من يهتم بالزراعة، وأنا أدعي أن أنا مزارع ومهندس زراعي ومحرر علمي زراعي ورئيس تحرير جريدة زراعية وفلاح، أنه هذا الخبر إن كنا بننتظره كتير جدا. للأسف الشديد وزراء التموين السابقون كانوا ما تعرفيش إيه العلاقة بينهم وبين مافيا تجارة القمح ومافيا استيراد القمح. ما يجيش يفتح الباب على مصراعيه لاستيراد القمح إلا في الوقت اللي أنا منتظر فيه الغلة بتاعتي. القمح ده سميناه الغلة لانه هو الوحيد اللي اصطلح عليه في المنظومة الاقتصادية المصرية من ايام الفراعنة الى الان باسم الغلة، هي الغلة الانتاجية. والفلاح عنده تركيز شديد جدا على الغلة في المحاصيل الاستراتيجية سواء القمح او الرز او القطن او البنجر او القصب او الى اخره. فانا لما اجي في موسم توريد غلتك المحلية اللي انا بستناها وبحاول ادعمها، بدعم فلاح، بحاول ادعم ارض، بحاول ادعم انتاج، بحاول ادعم المنظومه كلها، اجي افتح الباب على مصراعيه لتوريد القمح المستورد. معناه ايه؟ ان انا هجيب القمح المستورد الذي هو اقل جوده بكتير جدا من القمح المحلي بتاعي، وافتح الباب اوسع الفرصه لخلط الاقماح وغش الاقماح ببعضها. القمح المحلي بيجي بسعر اقل خاصه في الموسم اللي جاي ده. الاسعار الاخيره اللي طرحتها الحكومه الحكومه طرحت السنه دي سعر اراه عادلا بعد حساب تكلفه انتاج القمح، لانه لكن انا مع الاعلان عن اسعار القمح في شهر سبتمبر وليس شهر سبتمبر. ليه؟ قبل الاستعداد لزراعه القمح، لان احنا القمح عندنا بيتزرع من اول نوفمبر الى اخر نوفمبر اللي هو شهر 11. فانا لما اعلن عن اسعار القمح مبكرا الفلاح عنده اتجاهين: يا يزرع ارضه برسيم علشان يربي شويه مواش ويجيب لبيته شويه لبن يبيعهم او الى اخره، او انه يزرع قمح. فلو حسبها ولقى القمح مش مربح هيضطر يزرع برسيم. احنا في حاجه الى البرسيم لكن مش على حساب. كمان احنا نشجع الفلاح على الاستمرار في زراعه المحاصيل الاستراتيجيه، واهمها القمح والذره وليس الارز، لاشياء كتير جدا يمكن وقت البرنامج لا استوعب ان احنا نشرح المنظومه، لكن هو المواطن عارف بشكل عام. يعني الحاجه الثانيه، المصلح بيقول ان استعدادات
التمويل للشهر الكريم شهر رمضان خلاص. اخشى ما اخشى في هذه الاستعدادات خاصة انه 160 الف طن سلع بالاسواق خلال رمضان. انا ادعو ايضا السيد وزير التموين وهو رجل صاحي وينتبه جيدا لهذا الوضع التركيز مع مباحث التموين لعدم خلط الحابل بالنابل وعدم فتح الفرصة ايضا لتمرير سلع فاسدة وسلع مخزنة من الاعوام السابقة. طب الاقتراح بتوزيع دعم الوجبات المدرسية على بطاقات التموين ده مش اقتراح منه هو المبالغ استجابة لبعض الاراء اللي قالت الكلام ده وطرحت سواء في البرلمان او في الشارع انه انا ليه ادي للطفل وجبة انا ما اعرفش ايه مصدرها. صحيح انا زرت المصانع بتاع الوجبة المدرسية مصانع مجهزة على اعلى مستوى من التجهيزات لكن امكانية مش غش بقى الوجبة امكانية تخزين تخزين هذه الوجبة حفظ الوجبة احنا ما عندناش ثقافة اللوجستيات الامنة لحفظ الاكل بعد ما نصنعه وقبل استهلاكه. نعم. الحلقة الوسيطة دي اللي ممكن يفسد فيها. طيب انا ليه اعمل الربكة دي انا احول هذه المصانع لمصانع مش انا مش شبيحة خردة انا احول هذه المصانع حضرتك ان هو يعني يقدم هذا الدعم للطالب نفسه وهو تقليل المصروفات المدرسية مثلا بالنسبة له انا ممكن اشيل عنه المصروفات المدرسية مقابل هذه الوجبة ممكن اتصرف فيها ان انا اوصلها على بطاقة التموين على اي باي طريقة عشان اتأكد انها توصل للأم والأم هي التي تكون مسؤولة عن اعداد وجبة ابنها واحنا بنشوف الطوابير مساء على افران اللي بيسموه الفورم دي اللي هو العيش اللي ربنا يعني رزقنا بيه اخيرا خلال 10 سنوات فالام هي القادرة الام هي الوحيدة الامينة والمستأمنة على اعداد وجبة طفلها من اول ما يطلع لحد ما يرجع فده اقتراح كويس. طب خلينا نروح للمصري اليوم وناخد 86 مليار جنيه لدعم الخبز والسلع في الموازنة التريليونية. الحكومة بتستأنف استيراد اللحوم البرازيلية ونواب يطالبون بوقفها. انا هقف عند النقطتين دول كويس لو تسمحي لي. 86 مليار جنيه لدعم الخبز والسلع في الموازنة التريليونية. من يجد آلية لتوصيل دعم الوجبة المدرسية على بطاقة التموين للأسرة أعتقد أنه لن يعدم الوسيلة لإعادة النظر في دعم رغيف الخبز. وأنا بشوف الهدر بصفتي فلاح وأسكن في الريف أيضا بزور الريف لسه إلى الآن بشوف الهدر في منظومة الخبز. إحنا بنقول إن إحنا بنستورد حوالي 6 إلى 9 مليون طن قمح من بره علشان نكفي استهلاكنا من القمح والاكتفاء الذاتي من القمح. انا شايف ان منظومة الخبز المدعم دي هي التي تهدر نص الكمية اللي احنا بنستوردها من بره بسبب عدم التحكم او عدم وجود آلية محترمة لتوزيع الخبز المدعم. من يستحق الدعم هو الذي يجب ان يصل اليه رغيف الخبز المدعم. وانا اعتقد بكل صراحة بقولها لك وانا واحد من الناس النهاردة انا لا استحق الرغيف المدعم اللي لسه الى الان بيوصلني بروح بيتي في البلد بلاقيه واصل لتلال فبضطر اشيله يا اما اخده عند البيت احطه في الفريزر يا اما اوديه لعمال المزرعه يا اما اعطيه لمن يستحق. فانا شايف ان في هدر كبير جدا اتمنى انه السيد وزير التموين ايضا يدرس منظومه لاعاده توزيع الدعم او توزيع وصول الدعم المستحقين في منظومه الخبز. احنا عندنا معظم الفلاحين عدم الافران البلديه ما عادوش بيخبزهم وبشوف ناس من عائلات مستورة عندهم فدان الى 10 فدان الى 20 فدان واقفين في طابور العيش وشايل البطاقة ورايح يصرف بيستسهل الرغيف المدعم بيستسهل. هذا الرغيف غالبا في الريف المصري واقولها ولا حرج نصه بالظبط بيوصل اما بتقصقص وترمى للطيور لانه ارخص من العلف. حاليا الخبز ارخص من العلف لانه بيصنع من دقيق نسبة البروتين فيه قد تكون اعلى من نسبة العلف المصنع للطيور وبالتالي معظم الفلاحين بياخدوه النهارده ويقاتلوا للوصول اليه لان وزن كيلو العيش ما يجيش ربع العلف ما يجيش ربع سعر كيلو العلف فبالتالي بيستسهلوا فضروري من ايجاد اليه لاعاده النظر. الحكومه تستأنف استيراد اللحوم البرازيليه ونواب يطالبون بوقفه. انا بيتهيألي برضو كون ان النواب يتدخلوا في هذه المساله الفيصل في استيراد اللحوم بانواعها سواء اللحوم البيضاء او لحوم الاسماك او اللحوم الحمراء تمام من الخارج الفيصل عندنا اهل الذكر اللي هي الهيئه العامه
للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة. والنهاردة في وزارة الزراعة عندنا امرأة حديدية بألف رجل مما يعدون، وهي الدكتورة منى محرز، وهي الإنسانة المستأمنة على هذا الملف حاليا. فيجب أن نترك الخبز لخبازه، لكن أن أنا أتعرض في حملات إعلامية وصحفية الله أعلم بأغراضها، الله أعلم بأغراضها، وأكرر أن أنا النهاردة أشوه منظومة صناعة اللحوم في البرازيل لمجرد حالة أو حالتين أو ثلاثة. يجب أن احنا نعيد النظر في هذا القرار ونترك الأمر للجان الهيئة العامة للخدمات البيطرية، هي من تحدد صلاحية هذه اللحوم، هي من تحدد المواصفات التي يجب أن تتوفر في اللحوم المستوردة من الخارج. وأظننا دولة إلى الآن لم نصل إلى الاكتفاء الذاتي في مشروع اللحوم الحمراء. عندنا فجوة توصل إلى 400,000 طن سنويا، تعوضها من الخبر اللي أنا شايفه في الاسكريبت اللي عندنا الخبر الجاي مشروع علبة تلو، وإحياء بعد تخصيص 200 مليون جنيه ده دفعة أولى لإحياء عودة الروح لمشروع البتلو. الخبراء نحتاج لدعم حقيقي من الدولة وفوائد ميسرة من البنوك. هنا العناوين اللي بتصاغ في الصحف دي، زميل اللي في أي جريدة قد يكون غير متخصص في الزراعة وبالتالي وبيكتب عنوان حلو، لازم أوضحها للمشاهد. تخصيص 200 مليون جنيه دفعة أولى لإحياء مشروع البتلو، أنا شايف إن ال 200 مليون جنيه دول ممكن يتم هدرهم وممكن يتم استثمارهم بشكل جيد. البتلو معنى إيه حضرتك؟ البتلو اللي هو إيه؟ البتلو ده هو العجل الصغير زي السمكة الصغيرة اللي أنا بصطادها صيد جائر من البحيرة أو من البحر أو من النيل، وبيبقى جواها البطروخ اللي المصريين بيحبوه. انا لما بشوف سمكه فيها بطروخ على طبليه او على سفره انا بزعل قوي، لان السمكه دي ممكن يكون في بطنها مثلا 100,000 بيضه. ال 100,000 بيضه دول لو منعنا الصيد الجائر في وقت بيض السمك، ال 200,000 بيضه دول ممكن يتحولوا الى 200,000 ذريعه. لو طلع منهم 100,000 لو ربناهم بشكل كويس، اقسمي على 4 في الكيلو او 5 في الكيلو، شوف السمكه دي ممكن تفقدنا احنا كثروه سمكيه اكتر من طن سمك، السمك الصغير اللي صدناه. نفس الحاجات بتمنع ويعني الدوله تمنع الصيد الجائر وتمنع ذبح البتلو، لكن ليست هناك اليات مطبقه على ارض الواقع لتنفيذ هذا الامر. انا لما اذبح عجل صغير في عمر سنه او عمر 7 شهور على اساس انه بتلو ولحم شهي للاكلين وانه حلو في الشاي، لو الدوله تدخلت في مشروع لاحياء البتلو، تربيه البتلو تمام، انه يتحول الى عجل ناضج عمره 2 سنين او اكتر، اللي هو ما بيقلش عن 400 كيلو على الاقل في الوزن، من 400 الى 500، انا بعيد تاني احياء الثروه الحيوانيه وبضيق الفجوه بتاع استيراد اللحوم الحمراء من الخارج. نعم. وده مش طيب علشان اعيد مشروع البتلو. المربيين بقى بيقول لك نحتاج لدعم حقيقي. ما هو الدعم الحقيقي؟ ال 200 مليون اللي انت طلعتهم دول من الدوله لدعم مشروع البتلو، كيف يوجه يا صانع الدعم ويا صانع القرار؟ المنظومه لابد ان تكون مكتمله. تاني احنا عندنا 3 نواب حاليا في وزاره الزراعه، وانا مقدم الكلام ده في اقتراح للسيد الوزير اللي هو الدكتور عبد المنعم البنا، بقول انت عندك 3 نواب، ال3 نواب يجب ان يتداخلوا ويتشابكوا لاحياء روابط جديده تمام لصنع اليات تنفيذ هذه القرارات. انا لن احيي مشروع البتلو ما لم اعيد محور زراعه القطن مره اخرى. القطن ليه؟ القطن مش بس النسيج اللي احنا بنلبسه ولا البذور اللي هنصدرها، القطن ده كان بيطلع منه البذره، البذره دي لما بندخلها على العصر بنطلع منها منتجين اساسيين نحن في حاجه ماسه اليهما. المنتج الاول هو زيت الطعام اللي احنا بنستورد منه في مصر من 97 الى 98% من احتياجاتنا السنويه. المنتج الثاني هو التفل الناتجه من عصر بذرة القطن التي تحول إلى صناعة الكسب. الكسب هو اللي كنا الفلاح بيستلمه على بطاقته الزراعية من الشؤون بتاع بنك التنمية والائتمان الزراعي اللي أصبح دلوقتي اسمه بنك الزراعة المصري. هذا الكسب هو الذي كان يعين الفلاح على تربية البتلو، وهذا هو الدعم الحقيقي. ما لم أنتج إنتاجا محليا لن أتحكم في أسعار العلف، وما لم أتحكم في أسعار العلف لن ادعم الفلاح لتربيه البتلو او لزراعه القطن او الذره او الى اخره. نعم. وهذا الملف ايضا ملف وزاره الزراعه. طيب يا استاذ محمود خلينا نروح لجريده الاخبار. الرئيس السيسي و15 قائد عربي في قمه الاردن يوم الاربعاء.
16 قضية على مائدة وزراء الخارجية غدا، أبرزها القضية الفلسطينية وملفات سوريا وليبيا واليمن. أعتقد أن أمام وزراء الخارجية مهمة أكثر من القادة في قمة الأردن، لأن ملفات سوريا وليبيا واليمن نفس ما اتكلمت على مصر وقلت دولة بلا أمن ودولة بلا اقتصاد وبلا استثمار، أنا أيضا أقول أن المنطقة العربية في حاجة إلى نزع فتيل الحروب والقلاقل في هذه الدول الشقيقة، اللي هي أيضا بتؤثر على أي دولة عربية حتى وإن لم تكون متماسة أو متشابكة أو متشاركة في حد من الحدود. ملفات سوريا وليبيا واليمن ملفات طالت مشاكلها، أتمنى الوصول فيها إلى حلول إن شاء الله من خلال مائدة الأردن. خلينا نروح للمصر اليوم والصفحة الأولى، المنشط الرئيسي: استشهاد أربعة مجندين وإصابة 6 في انفجار عبوة بالعريش، مسلحون يستهدفون معهدا أزهريا وعبوات ناسفة للمرة الثانية. ليس أمامنا سوى الالتفاف المجتمعي والدعاء إلى القادة السياسية وإلى الجيش والشرطة بأن ربنا سبحانه وتعالى يعينهم على هذه الحالة المزمنة اللي أيضا طالت واستفحلت، ويقول لي اللهم رد كيدهم إلى نحورهم، يعني علشان البلد تهدى، ونعزي كل أم وكل أب في مصابه في الشهداء اللي ربنا إن شاء الله يرحمهم. ويعني بنشوف كمان ان دور القوات المسلحة والشرطة او قوات انفاذ القانون يعني لا تكل من العمل او الاستمرار لملاحقة عن الوطن، هو ده دورهم، احنا مش هنزايد عليهم لما نقول لا تكل، لانه كيف يكل، هو ده دوره، يعني ده دوره المنوط به ومقابله بياخد استحقاقه الوطني من تشجيعنا له ومن دعائنا له واستحقاق الكامل من كل المزايا اللي بس هو مسؤولية وضغوط كبيرة طبعا مسؤولية، واحنا مسؤوليتنا المجتمعية ان احنا نتحمل هذا الشيء ونصبر الى ان يرفعه ربنا سبحانه وتعالى عنا. يعني نعم، خلينا نروح لجريدة الجمهورية ونرجع تاني للملف الاقتصادي المصري. صحة مصر ترسي اساس مجمع خدمات قمة، مصر تتقدم للمرتبة 29 في مؤشر الاستثمار الاجنبي، 6.8 مليار دولار خلال 6 أشهر، و4.4% معدل التنمية. رجعنا للملف الاقتصادي، مصر تتقدم للمرتبة 29 في مؤشر الاستثمار الأجنبي. كل ما أتمناه أيضا أن احنا مش نوصل للمرتبة 29 وإنما نتقدم أكتر من كده، وزي ما هنرجع تاني هي منظومة متكاملة. مصر لن تتقدم في مؤشر الاستثمار الأجنبي ما لم يقدرنا ربنا سبحانه وتعالى على أن احنا بالفعل نقاوم الإرهاب وننقي أجواء البلد من الإرهاب. احنا شايفين برضو حضرتك في تم اتخاذ خطوات جادة وهامة في الخطة الاقتصادية الحالية. هي الوزيرة سحر نصر للأمانة وزيرة نشطة جدا جدا، وإسناد ملف قطاع الأعمال لها مع الاستثمار أيضا في ظل أزمة الدكتور أشرف الشرقاوي، ربنا إن شاء الله يرجعه سالم. أنا للأمانة في فمي ماء، لكن لما يعني لماذا لا نتحدث؟ انا ادعو جميع وزراء مصر للاهتمام بمشروع الاستثمارات الاجنبيه، والاستثمارات الاجنبيه يا سيدتي لن تتم بالشكل المحترم ولن يساعد الوزير المسؤول عن هذا الملف الا اذا دخلت منظومه كل الوزراء، كل الوزراء تتقاطع وتتشابك في ملف واحد، انه انا اخلص البلد من المظاهر غير الحضاريه الموجوده، ودي مسؤوليه وزير البيئه ووزير التنميه المحليه. تمام، في النظافه، توفير الرقابه على محلات بيع المواد الغذائيه وعلى افران صنع رغيف العيش. السائح لما يجي او المستثمر لما يجي بيبعت عملاء له، بيبعت مناديب له، يعملوا دراسات اجتماعيه ودراسات في كل المجالات ودراسات بيئيه ودراسات حضاريه على المجتمع اللي هو نازل يستثمر فيه. أزمة المرور في الشوارع وزحام المرور، صحيح النهاردة بدأنا نشوف إشارات وبدأنا نشوف تنظيم، لكن نحتاج إلى المزيد من هذا الملف حتى تتشجع الوزيرة بتقديم ما لديها. يعني أنا لما أروح أقدم أعمل برزنتيشن لمستثمر أجنبي، المستثمر الأجنبي أكيد هيسأل لي
اخبار الشوارع في مصر ايه؟ اخبار حركة الانتقال من السكن اللي هم كمان استقرار سعر الصرف كمان استقرار سعر الصرف مربوط بكل هذه الامور. فاحنا ان شاء الله نتمنى ان احنا نشوف. وكمان في زيارتها توجهت للعديد من المصانع اللي كانت متعثرة وتم فتحها، لان ده هيفتح طبعا فرص عمل كبيرة. هي نشطة جدا، ما لم اهتم بالمستثمر المحلي كمان ده مهم جدا، المستثمر الاجنبي له علاقات داخل البلد فبيسأل المستثمر المحلي وبيدرس حالة المستثمر المحلي. هل انت ساعدت المستثمر المحلي او المصري او العربي عندك علشان انت كمان عاوز استثمارات اجنبية؟ فمهم جدا ايضا حل مشاكل المتعثرين من المستثمرين المصريين لاكمال المنظومة. نعم، احنا في النهاية بنشكر الاستاذ محمود البرغوثي الكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريدة الارض، شكرا جزيلا لحضرتك على وجودك معانا في مجال التحليل والتعليق على العناوين والمنشطات. ميرسي خالص. الله نتحول مشاهدينا الكرام لمتابعة اهم الاخبار الاقتصادية. حسام الدين عاطف، تفضل حسام.